اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من مجموعة الفيديوهات بتاعتنا اللي بنتكلم فيها عن اكسل 2019 معاكم علا الحصيني. في الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن تول بيقدمها لنا الاكسل اسمها التيبل. التيبل دوت فوائده ايه او هيفيدني ايه في مجال عملي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض حالا. اول حاجة زي ما احنا شايفين الداتا اللي قدامنا ديت من الداتا اللي قدامنا ديت احنا مستخدمين معاها التيبل. طب امتى اقرر ان انا استخدم التيبل؟ الناس اللي هي بتتعامل مع داتا كتير او الداتا انتري، هنا التيبل هيفيدها قوي في الموضوع دوت، ودوت اللي هنشوفه مع بعض ليه هيفيدنا. اول حاجه لما في حاله اللي انت هنا مستخدم تيبل، بمجرد اللي انت هنا بتقف على المكان او الداتا اللي انت مستخدم فيها التيبل، بيبقى فيه تاب اسمها ديزاين، ديت هنا بتخص الايه الكوماندز او الاوامر الخاصه بالتيبل. لو انت واقف بعيد بنلاقي التاب دي بتختفي، بمجرد اللي انت بتقف على التيبل مرة تانية بنلاقي التاب بتظهر مرة تانية. هختارها كده هنا. اول فايدة من فوائد التيبل بتاعي، لو انا عايز هنا استخدم فورمات بطريقة سهلة وبسيطة ومضطرش اللي انا كل شوية اعمل فورمات على الداتا الجديدة، هنا التيبل بيقدم لنا الموضوع ده. زي ما احنا شايفين عندنا ستايلز، بيطلق عليها ستايلز، اشكال جميلة جدا زي ما احنا شايفين، تقدر تختار اللي انت عايزه بمنتهى البساطة وبتناسب كل الاحتياجات. والعكس صحيح على النقيض، في بعض الناس ما بتبقاش هي عايزة تستخدم امكانيات التيبل لكن هتطبع الداتا بتاعتها، فمش عايزة تستخدم فورمات جديدة كتيرة. اقدر ان انا الغي الفورمات دي خالص وفي نفس الوقت بستفيد بامكانيات التيبل زي ما احنا شايفين، يبقى انا بقدر استخدم زي ما انا عايز وكل الاحتياجات او موجودة. وفي هنا حاجة جميلة جدا، ان انت مجرد بتمرر الكيرسور بتاعك على الستايل بيوريك او بيعمل لك بريفيو ليها، بيعرفك هي هيكون شكلها عبارة عن ايه. اوكي، يبقى دي اول حاجة الستايل زي ما احنا شايفين. تاني حاجة، كل ستايل بيبقى ليه اوبشنز. ايه الاوبشنز دي؟ طيب انا عايز مثلا اميز اول كولوم عندي، فعندي هنا اختار فيرست كولوم، عمل ايه؟ مخلى الفورمات بتاعته مختلفة عن بقية الداتا زي ما احنا شايفين. لو انا عايز اميز اخر كولوم، فعندي هنا لاست كولوم، عايز الغيها اقدر الغيها. طيب في هنا يقول لك باندد روز وفي باندد كولومز، يعني ايه؟ زي ما احنا شايفين ان هو باندد رو ان هي بيعمل لي روب كلر وروب كلر، ودي بتبقى مفيدة جدا عشان الداتا ما تخشش في بعض. لو انت مش في احتياج ليها، بخلي الشيك بوكس دوت بخليه كلير، بعمل ليفت كليك عليه، خلاص انا لغيت الخاصية دي. في بعض الناس بتفضل ان كولوم بكالر وكولوم بكالر، يبقى في الحالة دي بختار باندد كولوم، لكن ما تعملش الاتنين مع بعض ان الشكل مبقاش لطيف، بتفقد الفايدة بتاعتها، فانا هنا هلغي الباندد كولوم. طب ايه كمان؟ لو انا كده هنا عندي في حاجه اسمها توتال رو، ودي من الحاجات المفيده جدا. ايه التوتال رو ده؟ طيب تعالوا كده نختاره. اول حاجه بس عشان نبقى عارفين، دايما التوتال رو بيكون في نهايه الداتا بتاعتك. طيب بعمل منه ايه؟ من خلاله بقدر اعمل كالكوليشنز او عمليات حسابيه، بقدر اعمل كونكلوجن او تلخيص للداتا بتاعتي. ازاي؟ لو احنا وقفنا كده عند الرو الخاص بالتوتال، مجرد بقف عليه في ليست تبقى موجودة، دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن مجموعة من الفاكشنز المختلفة. زي ايه مثلا؟ لو انا مثلا انا هنا عندي كولوم خاص بالكوانتيتي، انا بعت من كل منتج كام يونت او كام وحدة، او انا عايز اجمع كل اليونتس اللي انا بعتها، اقدر ان انا اختار سم، يبقى انا بعت كام يونت؟ يبقى انا بعت 5568 يونت. طيب لو انا عايزة اعرف متوسط، بما اني شركة بتشتغل في الموبايلز، طب انا عايز اعرف متوسط اسعار الموبايلز اللي الشركة بتشتغل فيها، اقدر ان انا هنا اختار الافريج. طيب الافريج بتاع الموبايلز 11565. طب لو انا عايز اعرف كم عملية بيع حصلت عندي، اقدر ان انا كده هنا اختار هنا كاونت، يبقى عدد عمليات البيع اللي حصلت 1040. يبقى هنا التوتال
بيفيدني جدا باللي انا بعمل كونكلوجن للداتا بتاعتي. كمان في خاصية جميلة جدا في التوتال رو ده، ايه هو؟ اول حاجة بالنسبة للتيبل لما تيجي تتنقل فيه، بقف هنا على اي سيل واضغط تاب، بيتنقل لك من سيل الى اخرى. مجرد اللي انت هنا وصلت لنهاية الرو بتاعك اللي موجود في التيبل، لو ضغطت تاب مرة تانية بنقلك على الرو اللي بعده، ودي من الحاجات الجميلة جدا. طب لو انا وصلت لاخر الداتا بتاعتي خلاص زي ما احنا شايفين، وعايز ادخل داتا جديدة، اعمل انتري جديد، اضغط تاب، عمل ايه؟ دخل لي هنا داتا ايه، عمل لي رو جديد، بحيث ان انا اقدر ادخل داتا. وعمل حاجة لطيفة قوي، ان هو عمل شفت او رحل الرو الخاص بالتوتال في نهاية الداتا بتاعتك. كمان في حاجة القوي الملاحظة هيلاحظها، ان هنا في بعض الفورميز او بعض الفاكشن احنا مستخدمينها اوتوماتيك عاملة لها ابلاي او عاملة طبقها على الرو الجديد، عشان الناس تتخيل اكتر. لو انا دخلت داتا كده ان في عملية بيع حصلت 1 ابريل 2019، وهنا اوتوماتيك الفورم اللي حصل لها ابديت ان 1 ابريل دوت في الربع الايه التاني من السنة المالية بتاعتي. جيت هنا ابتدينا نختار الايه الموديل بتاعتي، ابتديت ادخل بقية الداتا بتاعتي بدأ عشان نوفر الوقت بتاعنا. هاخد كوبي بيست من الداتا دي، وبعت هنا مثلا عدد اليون بتاعي، بعت ايه 6 وحدات. اوتوماتيك في هنا فورميلا ايه حسبت لي الايه الست وحدات في السعر 35,600، فعمل لي على طول العملية الحسابية بتاعتي. وزي ما احنا ملاحظين ان التوتال رو عمل ابديت لنفسه او حدث نفسه. طيب كمان في حاجة لطيفة جدا، ان انا كده هنا بيكون عندي اقدر اعمل فلتر، فعندي هنا اوبشن اسمه فلتر باتون. لو انا كده عايزة الغي الفلتر ده، اشيل علامة الصح، الفلتر بيتلغي. لو انا عايزة ارجعها تاني اقدر ارجعها تاني، مفيش اي مشكلة. طيب ايه الفايدة بتاعت التوتال رو؟ لو انا مثلا عايز ان انا اركز على حاجة معينة، انا جيت مثلا عايز اركز على براند معينة، لو اخترت مثلا هنا سامسونج وقلت هنا اوكي، اوتوماتيك التوتال رو بيعمل ابديت لنفسه، يبقى الارقام دي بتمثل البراند اللي اسمها سامسونج. طيب لو انا عايز الغي الايه الفلتر دوت، وعايز اختار منتج تاني ابل مثلا، اخترت ابل وقلت هنا اوكي، لقيت هنا ايه الداتا بتاعتي او التوتال رو او التيبل عمل ابديت لنفسه، والتوتال رو دلوقتي بيمثل مبيعات شركة ابل. لو انا عايز الغي الفلتر، بقدر ان انا هنا الغي ايه الفلتر زي ما انا عايز، بالنسبه لي مفيش اي مشكله تمام. كمان من مميزات التيبل حاجه جميله جدا، ايه هي؟ اول حاجه زي ما احنا ملاحظين ان دوت الهيدر رو، الديت، الكورتر، الموديل، الكلام دوت. وعندي هنا بالنسبه للشيت دي الكولوم هيدنج الاي بي سي، الهيدنج بتاع كل كولوم عندي. لو انا عملت سكرول داون او نزلت بالكيرسور بتاعي كده لتحت شويه، بنلاقي الهيدر رو اختفى. طيب لو انت مستخدم تيبل، بيبقى فيه فيتشر جميله جدا، ايه هي؟ ان الهيدر رو بيحل محل الكولوم هيدنج، مكان الاي بي سي دي بلاقي مكانها الايه، بلاقي مكانها هنا الهيدر رو بتاعي. بمجرد ما هنا التيبل بتاعك يخلص، خلاص طول ما انت واقف في التيبل الهيدر رو بيكون محل الهيدنج. مجرد ان انا هنا خلصت التيبل خلاص ما بقتش موجود فيه، اوتوماتيك الهيدنج بتطلع بترجع طبيعي جدا اي بي سي دي وهكذا. رجعت تاني للتيبل بلاقي ايه الهيدر رو حل محل الهيدنج. يبقى انا كده هنا بمنتهى البساطة ما اضطرتش ان احنا نعمل فريز. اللي ما يعرفش فريز ما فيش مشكلة خالص، يعني بمنتهى البساطة جدا الفريز ده معناه ان انا ما بقتش مضطر ان انا اعمل تثبيت او ان انا اثبت الهيدر رو، لا انا مش في احتياج ليه. على الرغم لو انت محتاج تعمل فريز، ينفع ان احنا نعمل فريز مع التيبل. يبقى التيبل بيسهلني جدا، ان بيكون سهل جدا عملية
ادخال الداتا، خاصة الناس اللي بتتعامل مع داتا كتير. كمان من مميزات التيبل حاجة لطيفة قوي، ان كل تيبل بيكون ليه اسم. يعني ايه كل تيبل بيكون ليه اسم؟ ده معناه ايه؟ طيب في هنا حاجة اسمها تيبل نيم، دي الداتا بتاعتي بتتكلم عن السيلز. اجي هنا قوم قايل هنا سيلز، قلت هنا سيلز وضغطت انتر. طيب ايه دي يعني هتفيدني في ايه؟ لو انا عندي داتا كتير، مثلا البوك ده في شيت ده خاص داتا، هستخدم الشيت ده في ادخال الداتا الخاصة بالكلاينتس، وفي شيت اخر خاص بالايه بالسيلز. طب انا عايز اتنقل ما بين الداتا وبعضها، لو كل تيبل ليه نيم اقدر اتنقل بمنتهى البساطة. انا عايز اروح للداتا بتاعت الكلاينت، اقدر اختار هنا من السهم ده، اختار هنا كلاينتس واداني لي الداتا الخاصة بالكلاينتس. لو انا عايز اروح للسيلز اقدر اختار سيلز واداني لي الداتا اللي ايه الخاصة بالسيلز. يبقى التيبل مفيد جدا في التنقل ما بين الداتا وبعضها والتعامل مع الداتا وبعضها. السؤال اكيد اللي بيفرض نفسه ان انتوا بتسألون نفسهم، طب انا اصلا انشئ التيبل ازاي؟ دوت اللي هنعرفه ان شاء الله في الفيديو الجاي. استنوني وما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة عشان تدعموني واقدر ان انا استمر اكتر واكتر في فيديوهات ان شاء الله تفيدكم في مجال عملكم. شكرا ليكم واستنوني في الفيديو الجاي.